بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اقرا لاجل تعلمنا جزء من العظة على الجبل في الاصحاح رقم 7 في انجيل معلمنا متى البشير في عدد 24. كل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه أو يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ده جزء من العظة على الجبل في نهايتها في إصحاح 7 في عدد 24 بيتكلم على البنا الحكيم والبنا الجاهل. طبعا في بداية الاجتماع برحب بأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الموجودين ويانا النهاردة وكل الآباء، وإحنا ابتدينا الكنائس ترجع شوية بشوية لخدمتها وابتدى الجميع ينشغل شوية بشوية بالخدمة ونرجع بقى لطبيعتنا، لكن خدوا بالكم أن نبقى ملتزمين للغاية بالإجراءات الوقائية وبالذات مع دخلة الشتاء وتغيير الفصول. فالموضوع دلوقتي بقى حتى الدولة ابتدت تفتح المسارح والسينمات وقاعات المؤتمرات وفي الفنادق بأعداد كبيرة شوية، لكن ما زالت المسؤولية علينا كلنا. ولا أحد يظن أن الكورونا دي مشت، دي قاعدة ويانا واخدين بالكم، بس قاعدة غصب عننا يعني. فأرجوكم تاخدوا بالكم خالص خالص الحضور، يبقى أي إنسان يشعر بأي عرض يفضل أنه يبقى في البيت يومين ثلاثة، اي عرض مهما كان بسيط يعني ما يجئرش ما ينزلش. ما زلنا في حاله برضو بنسمع في الدول التانية بالذات في اوروبا بعد ما فتحوا قوي ابتدوا يقفلوا، واحنا بعد اسبوعين ثلاثه هيبقى في دخول المدارس والجامعه، برضو ناخد بالنا. واحنا بنحتفل بايام عيد النيروز وايام تذكارات الشهداء وبكره تذكار القديسه رفقه وأولادها الشهداء، في سؤال دايما بيجي في ذهني. الجماعة الشهداء دول اللي بنقرأ قصصهم وبنبقى معجبين بيها ومتأثرين بيها، إن كانوا كبار ولا صغيرين، رجال أم نساء، شباب أم شابات، هم يعني طلعوا كده شهداء؟ طلعوا كده؟ فبيجي السؤال والإجابة إن كل شهيد وراه أسرة، في غالبية الأحيان وراه أسرة، وهذه الأسرة بتبني. عشان كده اخترت لكم الجزء اللي قريته ده. لما بنيجي نعمل سيرفي أو يعني مسحة عام على كل سير الشهداء بنلاقي الشهداء عندنا نوعين، شهداء من أجل الإيمان وشهداء من أجل العفاف العفة والنقاوة. والنوعين دول في كتير من قصص الشهداء كانوا مرتبطين ببعض، يبقى هو شهيد إيمان وأيضا شهيد عفاف. وعايزك تعرف أن الجو اللي كان موجود في الإمبراطورية الرومانية في القرون المسيحية الأولى كان جو وثني، يعني القرن الأول والثاني والثالث كان قرن وثني، قرون وثنية، والوثنيين ما عندهمش حاجة اسمها العفة، عندهمش حاجة اسمها النقاوة، عندهمش حاجة اسمها الطهارة، ده مش موجود. ولكن المسيحية عندما بدأت علمت الإنسان كيف يكون قلبه طاهرا، فكره نقيا، جسده طاهر، علمت الإنسان هذه الفضائل. فبقت العفة والطهارة أحد سمات الإنسان المسيحي اللي لازم يحافظ عليها، ويحافظ عليها بخصوص جسده، بخصوص فكره، بخصوص قلبه،
وأنا لما بروح الواحد فينا لما بيروح لأب اعترافه ممكن يقول له أنا عندي شوية أفكار وحشة كده بتجيلي. حتى الفكر الوحش ده بنعتبره في مسيحيتنا أنه خطية وبنعترف بيها علشان أنال نعمة إن ربنا يشيل ويطرد هذا الفكر الرديء. حياة الوثنيين ما كانش فيها اسمها خطية، ما كانش فيها حاجة اسمها إن يحفظ عفة جسده، مفيش. عشان كده كانوا مستغربين في قصص الشهداء وأحداثهم. لكن في سير الشهداء بنفاجأ بحاجات غير عادية. يعني مثلا في قصة شهيدة من الشهيدات كان اسمها فيبرونيا دي، وكانت إنسانة عذراء وصارت شهيدة. لما هجموا عليها المضطهدين وأرادوا أن ينجسوها ابتكرت حيلة غريبة قوي. قالت استنى استنى، ده أنا عندي حاجة عايز أقدمها لك هدية قبل ما أموت. لا إيه الحاجة دي؟ قالت له في زيت ورثاه من جدودي على اللي كانوا بيحاربوا، والزيت ده لما الواحد يدهن رقبته بيه يجي أي سيف ما يأثرش في الرقبة. لا يا ده يعني حاجة اختراع جميل، استنى ما أجيبه لك. جابت الزيت وقدمته له، قالت له جرب فيا، ودهنت رقبتها بالزيت وكانت النتيجة إنها بالسيف وماتت قدامه وارتعب. قد كده الحفاظ على العفة والنقاوة. شهيد آخر عندما طلبوا منه أن يبخر للأوثان ويعبد الأوثان رفض. قالوا بس ما ينفعش ويا ده غير أن احنا يقع في الخطية. فأدخلوا عليه امرأة ساقطة وربطوا ايديه ورجليه. عمل ايه؟ يحكي لنا التاريخ انه ضغط على لسانه بسنانه وجرحه فتدفق الدم وبصق هذا الدم في وجه هذه الإنسانة. ارتعبت وخافت ومشت. وقصص الشهداء لا تنتهي. النهاردة أو بكرة بنحتفل بقديسة رفقة، ولادها ماتوا على حجرها كبير. صوروا أم ولادها الشهداء، ولاد وبنات، تبقى بهذه الصورة. القصص كتيرة قوي. أنا عايز أكلمك على إيه؟ عايز أخرج من الموضوع ده إن اللي صيرهم شهداء وشهيدات وأقوياء وحافظوا على نقوتهم وعفتهم هم أسرهم. وعشان كده أنا مخلي العنوان بتاع الكلمة النهاردة حراس النقاوة. مين بيحرس النقاوة بتاعت الإنسان النهاردة وإحنا في القرن 21؟ حراس النقاوة. وده أمر يخص التربية. في التربية معروف إن لها 5 مصادر في حياة الإنسان: الأسرة، المدرسة أو الحضانة والمدرسة والجامعة بعد كده، الكنيسة، ثم الأصدقاء، وأخيرا الإعلام، الميديا. احفظوه: الأسرة والمدرسة والكنيسة والأصدقاء، الأصحاب اللي بنتعرف وإحنا صغيرين خالص، ثم الميديا في الآخر. ده التسلسل بتاع التربية المضبوطة. أخذ الأول من بيتي وأتعلم في المدرسة أو في الحضانة، وأخذ من كنيستي، وأخذ من الأصحاب، وأخيرا أخذ من الميديا. اللي حاصل من 20 أو 30 سنة مع انتشار الميديا الواسع في العالم إن المنظومة دهيت تبدلت وصار نمرة واحد إيه؟ الميديا. صارت نمرة واحد، ونمرة 2 الأصحاب، ونمرة 3 كنيسة، ونمرة 4 المدرسة، ونمرة 5 الأسرة. والسبب في كده ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية، مش هنتكلم في دي. بس صار النهاردة في وضعية مختلفة جدا
على اللي كبار فينا اتربى بيه. يعني ولادنا وبناتنا اللي اتولدوا من 20 سنة، سنة 2000 اللي عمرهم السنة دي 20 سنة، كل سنة وهم طيبين، ده اتولدوا في جو من الميديا الكامل، النت واللاين والمواقع والصفحات، حياتهم زمانهم. ما بنقولش حاجة عليها غلط دلوقتي، لكن زمانهم كده. لكن هذه المصادر اتغيرت. طب ولادنا بقى وبناتنا اللي هيطلعوا دول، هيطلعوا زي الأجيال اللي بسمع عنها كده، فيهم نقاوة، فيهم طهارة. ده القديس بولس الرسول في يوم من الأيام بلغ تلميذه تيميساوس وقال له احفظ نفسك طاهرا. خد بالك من الوصية، ثلاث كلمات بالأمر، احفظ نفسك طاهرا. وبقت الصورة دهيت لها إحصائيات مرعبة. يقول لك الطفل والصبي اللي عمره ما بين 8 و 18 سنة بيشوف كل أسبوع 50 ساعة على الميديا. بيتعلم إيه؟ وبيشوف إيه؟ وبيفهم إيه؟ وبيفسر إيه؟ وبيتجرح جواه إيه؟ وبابا وماما مش هنا، أو بيتفرج بس، وبين الموبايل على الآيباد على اللاب على تلفزيون. طب وبعدين؟ خد بالك، أنا النهاردة عايز أكلمك عن حراس النقاوة. كيف نحرس نقاوة أبنائنا وبناتنا؟ طبعاً عدو الخير بيستغل هذا الأمر وبيعمل حاجات كتيرة جداً في اللي انتوا شايفينه. يعني برنامج من البرامج اللي طالعة في الصين وبتغزو بيها العالم طالعة في الصين، وبرنامج كل عمره دقيقة، طوله دقيقة، والبرنامج ده مخوف أمريكا. شوفوا الرعب، مش عايز أقول اسمه طبعا، لكن من الصين اخترعوه ومأثر على الحياة اللي في أمريكا. دول من أكبر الدول، أمال دولنا نعمل فيها إيه؟ عشان كده كلامي، لأن الموضوع ده يطول شرحه، أنا عايز أكلمك على خمس نقط رئيسية هي إرشادية لكي ما نكون حراس لأولادنا. وكلمة أولادنا وبناتنا معناها أولادنا وبناتنا الصغيرين، الأطفال، الفتيان، الصبيان، الفتيات، الشباب، الشابات. أول حاجة، أنت كأب وأنت كأم، ربنا أوكل لكم أنك تكون حراس على أسرتك، حارس، حارس على الأسرة. وبالتالي أنت مسؤول وأنت مسؤولة أنك تحدد كمية الميديا، الكمية اللي يشوفوها أولادنا. تقول لي ما بنقدرش، أنت حر، زي ما أجيب حارس وقول أنا مش قادر أحرس، خلاص شو بقى نتيجة عدم الحراسة يحصل إيه. فأولادنا، أنت كبابا وماما، لأن أولادنا في بيوتنا، بابا وماما انتوا الحراس على كمية، وارجوكم تاخدوا بالكم من الكلمة، كمية الميديا اللي يشوفوها اولادنا. اما حكاية 50 ساعة في الاسبوع، حاجة غير عادية، 50 ساعة في الاسبوع يعني مثلا 6 ساعات كل يوم متنوعة، 6 ساعات يعني ربع اليوم، يعني ربع العمر بيضيع. وبالتالي بالذات مع الصغيرين، إذا ما كنتش أنت كأب وكأم تشبع، وطبعاً الكنيسة لها دور والمدرسة لها دور، تشبع أولادك وبناتك، تشبعهم من كلمة ربنا. لأن الصغيرين عاملين زي الإسفنجة، زي الإسفنجة، حط قدام تلفزيون هياخد الحاجة ويمصها، حط قدام كلمة ربنا هياخد الحاجة ويمصها. عشان كده في الصغيرين أرجوكم كتروا من قراءة الإنجيل قدامهم، من الاستماع، من القصص، تحكي القصص، شيء مهم جدا ده في السن الصغير. ليه؟ لأن كل ما تزرع فيهم الإنجيل أنت تزرع فيهم مخافة الله والإنجيل بصورة خاصة. ليه؟ لأن السيد المسيح قال كده، الكلام الذي أكلمكم به
هو روح وحياة. يعني انت بتزرع الروح ان ابنك وبنتك يكون عنده روح وحي، مش مجرد بني ادم رايح وجاي وياه الاي دي بتاعه للرقم القومي ورايح وجاي وخلاص وبيتعلم وبيكبر. لا، انت بتزرع فيه روح وحياة من خلال الكتاب المقدس. دي نمرة واحد، انت الحارس على اسرتك. زي ما بنوقف حارس وبنقول له تدخل ده وما تدخلش ده، نعمل كده. الحارس اللي واقف مثلا على مسرح بتدخل الشخص اللي وياه دعوة، غير كده ما يدخلش. ففي نظام. نمرة اتنين، لازم تعلم اولادك وبناتك ومنذ الصغر مهارات التمييز، يعرف يميز اللي بيشوفه، اللي بنسميها كده في الحياة الرهبانية بنسميها الافراز، فضيلة الافراز. يعني يفرز الجيد من الرديء، ده مناسب ولا مش مناسب، ده يبني ولا ده ما يبنيش. يعني مثلا في أفلام الكرتون، هديكم مثال كده صغير وإن كان مثال غربي، في أفلام الكرتون العيال كلها بتحبها، في أفلام الكرتون يبقى في واحدة أميرة واحد أمير، وبيمثلوا ولا بيعملوا أي الأدوار بتاعتهم، وبعدين في وسط الدور كده ياخدوا بعض ويبوسوا بعض. طبعا دي مش من الثقافة بتاعتنا، ولازم افهم ابني وبنتي ان العلاقات الجسدية ما تجيش غير مع الزواج. احنا في علاقتنا واحنا فتيان واحنا شباب واحنا صغيرين بنكبر شوية بتكون علاقتنا بحساب، وفي لما ربنا يسمح بالارتباط يبقى لها تواجد. هو لما يعمل كده في افلام الكرتون كأنه بيغرس في الولد والبنت ان ده امر عادي. اديكم مثال تاني، احيانا يجوا يعملوا اعلان على عربيات، عربي سيارة، لما يعمل اعلان على العربية طبعا يعمل اعلان جميل، ووقف جنبيه واحدة بنت كده لطيفة شيك لابسة لبس معين، ويقول لك العربية دي تمنها قد كده. أول سؤال يخطر في بال الصغيرين والفتيان، هو أنا لما اشتري العربية هشتري وياها اللي واقفة جنبها؟ يعني هيوزعوا على كل عربية واحدة بالشكل ده؟ ما هو ده الانطباع اللي بيجي في الأول. لكن ده استخدام للمرأة يحط من قدرها، أو استخدام للجنس بأي صورة يحط من قدره من قداسته. أرجوك تاخد بالك، العربية سلعة للاستهلاك، لما وقف جنبها واحدة هل الواحدة للاستهلاك؟ ده إنسان أو إنسانة. القيم دي لازم أنت تكون قاعد وبتحرص ابنك وبنتك من الحاجات اللي بيشوفها. وقيس على كده حاجات كتيرة. من الحاجات الغريبة إن مثلا لما يحصل حادثة أي حادثة تحصل، يفضل التلفزيون يكررها، مثلا زي حادثة بتاعة 11 سبتمبر بتاعة أمريكا دي، الطيارات اللي دخلت في البرج، كويس؟ يفضل التلفزيون يكررها مرات ومرات. احنا الكبار نفهم منها حادثة واحدة، الصغيرين يفهموا انها 20 حادثة. واخدين بالكم؟ تكرار المشاهد المأساوية يدمر نفسية ولادنا وبناتنا، يدمرها. لازم تكون واعي، هو في حد حاجة في حياتك انت كأب وأم أغلى من ابنك وبنتك؟ أصلاً ما فيش. عشان كده لازم تعرفهم وتطلعهم يعرفوا يفرزوا ده صح وده غلط، ده مناسب يناسبني وما ده يناسبنيش، ده جيد وده رديء. ودي حكاية نتعلمها ونكبر بيها. ولازم انت زي ما قلت لك في نمرة واحد، أنت الحارس على بيتك. نمرة ثلاثة، وده اللي خلاني أختار الجزء ده للقراية، إن الجزء ده بيقول إن في اتنين راحوا يبنوا البيت. أول واحد رجل عاقل، خد بالك من الكلمة، وبعدين بنى بيته على الصخر.
طيب ايه اللي حصل؟ حصل ثلاث حاجات. نزل المطر وجاءت الانهار، يعني في فيضان، وهبت الرياح الزوابع، حاجات شديده. يقول لك ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر. تاني بقى يشبه برجل جاهل. مين يقبل على نفسه الصفه دي؟ برجل جاهل بنى بيته على الرمل. هو حد يبني بيته على الرمل برضه؟ يقول لك نفس الافعال، نزل المطر، جاءت الانهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط. شوف التعبير بتاع الانجيل، فكان سقوطه عظيما. جاهل. الكتاب المقدس بيقرر لنا ان الصخره هي المسيح. يا ترى بتربي ابنك على اساس الصخر ولا على اساس الرمل؟ بتربي ابنك على اي اساس؟ تربيه الانسان ايه بقى؟ يعني ايه الصخر وايه الرمل؟ حاجات كتيره في الميديا عباره عن ثقافات وهميه زائفه. يا ريت مره انا القصه دي. يقول لك فنان راح يصيف، هو بيصيف فنان، فنان تشكيلي، فابتدى يمسك الرمل وخلطه بشويه مواد وقعد يعمل كده شكل قلعه وقعد فيها 4 ايام، ما عمل فني يعني، عمله في 4 ايام، منظر جميل. وبعد شويه اطفال او شويه فتيان كده معديين شافوه، هجموا عليه على المكان ده، اتهد في 4 ايام، في 4 دقائق. اللي انت بتبنيه في 4 ايام يتهد في 4 دقائق. اللي انت بتقعد تبنيه في ابنك وبنتك كويس ممكن يتهد في منظر، في حاجه يشوفها، في شات يعمله. عشان كده نقرر ونقول ان الاباء والامهات هم الالات التي كرسها الله لبناء جيل المستقبل. الأب والأم هم الآلات، الأدوات اللي ربنا كرسها، قال له يا بابا ويا ماما انتوا عندكم ولادكم دول وبناتكم دول، انتوا مكرسين ومخصصين من أجل هذا الجيل. عشان ايه؟ عشان تبني ابنك وبنتك على الصخر وليس على الرمل. اوعى تستهين بكده، اوعى تستهين. وده اللي بيخلينا بنشوف بقى انحرافات لا تنتهي واتعاب لا تنتهي. يقول لك الواد ده وهو صغير كان بيسمع الكلام، دلوقتي ما بيسمعش الكلام. البنت دي كانت وهي صغيره كويسه ومش عارف ايه اللي حصلها لما كبرت. ارجوكم خدوا بالكم، خدوا بالكم. كل السير القديسين اللي بنقراها وبنسمع عنها، نعمل تمجيد وناخد أسماءها، وراهم أسر قوية ربطهم صح، ربطهم صح. ومتأسف في الكلمة اللي هقولها، اوعى تكون بتربي ابنك أو بنتك بطريقة خاطئة، دي خطية كبيرة جدا، خطية. هو مش حكاية إن ربنا عطانا عيلين ثلاثة أهو يطلعوا زي ما يطلعوا، لأ، ده الله يستودعك بأمانة عشان تحافظ عليها وتنميها وتكبرها عشان يبقى إنسان ناضج قوي في إيمانه ونقي في قلبه. نمرة 4، أمر من الأمور غاية الأهمية، إجادة التواصل الأسري. إنك أنت كأب وكأم لازم يكون في قنوات مفتوحة بينك وبين ولادك وبناتك، مش الصغيرين بس، الصغيرين وفي سن المراهقة وفي الكبار. أنا أظن حكيت لكم مرة قصة لطيفة قوي عن مدرسة جت يوم السبت بعد يوم الأجازة وسألت الولاد، سألت الولاد أنتوا عملتوا إيه امبارح في الأجازة؟ فولد وقف قال كده، وبنت وقفت قالت كده. ولد وقف قال إيه؟ امبارح بابا خدني عشان نروح نصطاد سمك، وقالها بحماس كده. فالمدرسة تلقائيا بتسأله بتقول له وانت بتحب صيد السمك؟ قالها لا. فالمدرسة يعني جالها تشك،
لا. قالت له امال ايه؟ قال لها انا كنت فرحان مش عشان نصطاد سمك، انا كنت فرحان عشان ويا بابا. واخدين بالكم من المعنى؟ المعنى اللي جوه القصه. يعني هنا التواصل الاسري حاجه كبيره ومهمه جدا. يقول لك وانت بتعمل التزاماتك المنزليه، نازل تشتري حاجه، نازل تجيب حاجه، خد ابنك وياه، خد بنتك وياه، واشرح له وكلمه ودردشه وانتوا ماشيين كده في الطريق. لا تتخيلوا يا احباء مقدار هذا الفعل في تربيه ابنائنا. التواصل الاسري، التواصل الاسري، ناخد وندي. يجي ابنك ولا بنتك كلمك تقول له مش فاضي، مشغول، تعبان، زهقان، اي بقى تعبير من التعابير دي. طب يروح فين ابنك؟ هيروح بقى يلاقي الميديا اللي بتدي تتلقفه. خدوا بالكم ان التواصل الاسري ما بين بابا وماما، ما بين ولادهم وشبابهم وشاباتهم، يحفظ الانسان من مخاطر السلوك المنحرف، المخدرات، العلاقات والاباحيات، السلوكيات الهدامه، الاصحاب المتعبين. ما انت ما فيش تواصل بينك وبين ابنك، هيعمل تواصل بينه وبين واحد تاني. خلاص. للسبب ده اهتم انك تكون في عمل حوار بينك وبين اولادك وبناتك. ويا سلام بقى لو كان كده كل يوم كل يومين في حوار روحي حلو. نقف نصلي صلاة قصيرة، بنقرأ في الإنجيل قراءة صغيرة بتتبادلوها في البيت ويا بعض، بنقرأ سير قديسين، بنقراها وبنشرحها وبنعيش فيها، مش بنقراها كده خلاص جبر الخواطر، لا، ده احنا بنقراها وبنشرحها لأولادنا وبنكبرهم بيها. واوعى تقول ده العيل هم صغيرين وبس، لا، ولما يكبروا، لما يبقوا في بدايات المراهقة ومع الشباب. هذا التواصل الأسري بالصلوات، بالقراءات، بالألحان، بالمدايح، بالترانيم، كل ده وسيلة قوية إنك تبني ولادك وبناتك زي الرجل العاقل، تبنيهم على الصخر. نمرة خمسة، إنك أنت لازم تحط حدود. حدود، الدنيا مش سايبة، لازم يبقى في حدود. وتعليم الحدود ده حاجة مهمة جدا في تربية ولادنا وبناتنا منذ الصغر. يعني مثلا لما أجي لابني الصغير وأقول له درفة الدولاب دي بتاعتك أنت، أنت يا بابا وماما لو جيت تفتحها لازم تستأذنه، لازم تستأذن ابنك الصغير، شيء مهم خالص. لو اتفقت وياه على شيء لازم تنفذه بالظبط، في حدود. وعايز اقول لك على حاجه في موضوع الحدود دي، ان تربيه ولادنا وبناتنا تحتاج الكلمتين دول، كلمه نعم وكلمه لا. في اب وام عنده نعم ونعم وخلاص وروح واعمل واصرف، وفي اب وام بيستخدم كلمه لا، لان كلمه لا هحتاجها، ابني هيحتاجها وبنتي هيحتاجها يوم ما يقف قدام الخطيه، يقدر يقول لا، يقدر يقول لا. فتعليم اولادنا وبناتنا واحنا بنبنيهم، تعلمهم الحدود السلوكيه، حدود السلوك، ويكبر عليها ويعرفها خالص. وده بيسميه بيسميه اشعياء النبي، بيسميه كلمه حلوه قوي، يقول لك بتمشي ابنك في طريق القداسه. دي في اصحاح 35 عدد 8. ومع الطريق القداسه ده عايز نوع من التشجيع باستمرار، بتشجع ابنك. بنواجه طبعا ولادنا مش ملائكه يعني، لكن شويه بشويه انت بتشجع، واخد بالك منهم خالص. الحكايات دي عايزه الصبر، عايزه طول الاناه، عايزه الاحتمال، وليس عبثا يا احبائي ان احنا كل يوم نصلي ونقول محتملين بعضكم بعضا في المحبه، مسرعين الى حفظ وحدانيه الروح ورباط الصلح الكامل. الارشادات الخمسه دي حطها قدامك وانت بتبني. فاضل نقطه اخيره،
ان كل الميديا بتبقى من خلال عينينا، كل الميديا. طبعا ايام ابانا الشهداء ما كانش فيه تلفزيون ولا موبايل ولا الحاجات دهي، عشان كده بيسموا الزمن اللي احنا فيه عصر الصوره، عصر الصوره، الصوره الثابته والصوره المتحركه والملونه والمؤثره والمدهشه. شوف بقى المسيح علمنا ايه في اول العظه على الجبل، قال كده: اذا كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا. كلمه بسيطه يعني نقيه، يعني اذا ربيت انت كاب وكام وكخادم وخادمه ومدرس ومدرسه بعين بسيطه بعين نقيه، هقدر ازرع في اولادنا العين النقيه، عين نقيه. يقوم يقول لك ايه؟ جسدك كله يكون منور، جسدك كله يكون نيرا، نيرا يعني مقدسا. واخدين بالكم من الحكايه؟ يعني العين هنا لما بنقرا القصه دهيت او الجزء ده في الانجيل، اذا كانت عينك بسيطه بطبقها على نفسي وخلاص، لكن لا، ده انت لازم تطبقها كمان على اولادك وبناتك، انك تنشئ فيهم العين النقيه، عين نقيه. في بلد من البلاد، دوله من الدول، عندهم طبعا زي كل دول العالم عندهم نت، فبقول لهم انتوا النت اللي عندكم نت قوي كده، وهي بلد صغيره. قالوا لي اه بس احنا مش عندنا النت زي كل العالم. قلت لهم امال ايه النت اللي عندكم؟ قالوا احنا عندنا بيور نت. قلت لهم يعني ايه بيور نت؟ نت نقي. قلت لهم يعني ايه بيور نت؟ قالوا لي احنا حاجبين ثلاث مواقع، مواقع اللي بتتكلم في السياسه، مواقع اللي بتتكلم في الجنس، المواقع اللي بتتكلم في الاديان. في الاديان كويس، لان البلد فيها اديان كتيره يعني هناك، فدي ما حجوه، وبقى يستخدموا النت في الحاجات الثقافيه، وخلصت القصه. عايز اقول لك ايه؟ اذا كانت عينك بسيطه، انت مسؤول ان تربي في ابنك عين بسيطه، عين نقيه، جسدك كله يكون نيرا. يحكى في سير الشهداء ان قديسه من القديسات اطلقوا عليها الحيوانات المفترسه فجسمها اتعرى، فكان اللي شاغلها في الموضوع مش الوحوش، اللي شاغلها جسمها اللي اتعرى منه جزء. شوف قد ايه النقاوه، قد ايه الحكايه دهية. نسمع عن ديديموس وتيودورا، نسمع دول اتنين شباب ما يعرفوش بعض. تيودورا قالوا لها تنكر الايمان، رفضت، اسيب المسيح ازاي؟ قالوا لها طيب البت دي ما ينفعش وياها غير نحطها في بيت من بيوت الشر، بيوت الخطيه. زمان طبعا ما كانش فيه انوار ولا حاجات دهية، حطوها في بيت الشر طول ما هي واقفه هناك عماله تصلي. حكيت لكم انا الحكايه دي الاسبوع اللي فات، بتصلي، يجي لها شاب بالليل وهو لابس ظابط، يقول لها تيودورا انا شفتك وحاطينك في البيت ده وربنا بعتني، خدي لبسي وهاخد لبسك وانت هربي، وتهرب بالليل كويس. في الصباح يكتشفوا ديديموس ده عمل ايه، ديديموس ده شاب، يوم يقبضوا عليه وياخدوه لساحه الاستشهاد، هيستشهد. يوم هي تعرف اللي هربت، تيجي من بعيد وتجري وتخش وتقتحم المشهد وتقول عباره مشهوره: لا تسرق اكليلي، انت انقذتني، حفظت عليا، كتر خيرك، لكن تاخد اكليلي بتاع الاستشهاد ابدا. ويقول لنا الكتاب التاريخ ان الاثنين استشهدوا في نفس الوقت، واثنين شاب وشابه ما يعرفوش بعض، ديديموس وتيودورا. عايز اقول لك العين البسيطه مسؤوليتنا، وان كانت عينك شريره جسدك كله يكون مظلما، مظلما يعني فاسدا. احنا لازم نربي في اولادنا العين، لان من خلال العين والودن 88 من المعرفه بيخشوا عند الانسان. شوف بقى بيخش عند ابنك ايه، وبياخد ثقافات ايه، وبيتعلم ايه، وبيختزن جواه ايه. وبنسمع دلوقتي عن مشاكل وحوادث كتيره من خلال النت، اللي فيكم بيتابع بيشوف الحاجات ده هي. فارجوكم
أنتم حراس النقاوة، حراس النقاوة في حياة أولادكم وبناتكم. ولما أقول أولادكم وبناتكم ما أقصدش الأطفال بس، أقصد الأطفال والكبار شوية والشباب، دي مسؤوليتنا لغاية ما تسلم ابنك ويبقى إنسان كامل وناضج ويبتدي هو بقى هيفتح بيت. خلاص أنت خدت مسؤولية في التربية كبيرة خالص. وبالصورة ده هي بنربي ولادنا، ويحق لنا ان احنا نقول على نفسنا ان احنا ولادهم، ولاد الابطال دول، ابطال الايمان وابطال العفاف، الناس اللي بيحرسوا نقاوة الانسان. ودي مسؤولية علينا كلنا، سواء في البيت بابا وماما، سواء في الكنيسة الخادم والخادمة وابونا الكاهن واب الاعتراف، حتى في المدرسة، المدرسة اللي بتعلم برضو مسؤولة انها تسلم النقاوة لأولادها. ربنا يحافظ عليكم ويعطينا دايما بالروح أبانا الشهداء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.